السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينة. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات اللايف اللي بنزلها على منتدى القناة للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا. النهاردة عندنا قراءة ضمرة عامة بفنجان القهوة. حيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم. اختيار أول: سين واو دال ضاد راء شين غين فاء لام وحاء. اختيار ثاني: تاء باء زين نون دال طاء خاء كاف وجيم. واختيار ثالث: ياء قاف هاء صاد ثاء ألف عين ميم وضاد. نرجع لأصحاب الاختيار الأول، أو إذا كنتم عاوزين تختاروا يعني بالإحساس كده، المجموعة الأولى يعني بالحجر الكريم ده، المجموعة الثانية بالحجر الأبيض ده الشفاف، والمجموعة الثالثة بالحجر الأزرق ده. هنحط المجموعتين الأولى الثانية والثالثة على حدة، ونبدأ بأصحاب الاختيار الأول اللي اختاروا الحجر ده أو أول حرف من اسمكم من الأحرف دي. هنبدأ على بركة الله بالطاقة العامة بتاعتكم، نشوف إيه هي حالتكم دلوقتي. هنشوف للرجالة على حدة والستات لوحديهم على حدة. أهل الرجالة اللي بيتفرجوا الفيديو، مش انتي والشريك. نشوف دلوقتي للستات، استخبيتي فين يا بنت؟ استخبيتي فين يا بنت؟ اهي اوكي. للرجاله بيتفرجوا الفيديو الكروت دي، وللستات اللي يتفرجوا الفيديو ده، هما يعني الطاقه بتاعتكم هي دي. هنبدا بالرجاله. انتم هنا زي ما نشوف الكروت دي، عندكم حيرة كبيرة في مسألة، تنتظرون يا إما رسالة يا إما جواب على أمر يهمكم ويشغل بالكم كتير. غالبا البعض منكم يا إما عمل قرض بسبب عشان هو عاوز يشتري قطعة أرض أو قطعة أرض عفوا، أو يعني عاوز يشتري بيت أو حاجة زي كده. في حاجة مهمة جدا انت تنتظرها من هيئة حكومية، من إدارة حكومية، وخاصة البنك. يعني فيه طلب قرض لحاجة انتم عاوزين تشتروها، او انتم عاوزين الفلوس دي عشان تحلوا مشكلة انتم دلوقتي فيها. البعض الآخر محتاج يعني هو عاوز يتنقل لبلد آخر، ودلوقتي مش عارف ازاي، يعني هو حاير في ازاي يعني هيتنقل وازاي هيوفر. يعني زي ما نشوف السيتي دي ماسكه الرساله دي، يعني ازاي هيوفر كل الوثائق وكل الحاجات اللي المستلزمه عشان يقدر يتنقل يعني من المكان اللي هو فيه للمكان اللي هو عاوز يروح له، للبلد اللي عاوز يروح له، وخاصه اللي هم في بلد مش بلدهم وعاوزين يدخلوا بأرض الوطن. مفيش حركة، مفيش زي ما احنا نعرف، مفيش يعني بعض الدول مفيش طيران، مفيش يعني تنقل أو سفر ما بين الدول. فأنتم يعني بتفكروا على أنه لو كان يعني حبذا لو كان الوقت أقرب من كده، عاوزين تسافروا، أنتم عندكم رغبة شديدة في السفر في تنقل. دي الطاقة العامة بتاعت الرجالة. الطاقة العامة بتاعت الستات، البعض منكم بيعاني من مشاكل وتوقيف حال وحاجات أمور ما خلتكمش تحسوا أنكم عايشين. حاسين نفسكم أنكم يعني منذ الولادة كتب عليكم الأرق ده والأزمة اللي انتوا فيها دي والمشاكل دي اللي قدامكم. بس البعض منكم بدأ يتفطن
بدأنا تتفطن لنفسهن على إنه فيه حاجة لازم تكتشفها. إيه هو سبب التعطيل ده كله اللي عندكم؟ ربما البعض عمل تشافي أو يريد عمل تشافي، أو هو يفكر في عمل تشافي، أو هو دلوقتي بيعمل تشافي وبينتظر نتيجة، يعني إزاحة المشكلة دي، حيشو يعني عاوز يوصل للنتيجة بسرعة كده. دي هي الطاقة العامة بتاعتكم. نيجي دلوقتي للفنجان بتاعكم. نيجي للفنجان بتاعكم اهو، هنا القهوة لازالها. يعني ليه الدموع دي كلها؟ يعني ليه 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 كل الدموع دي؟ شايفين؟ زي ما لو كان يعني سواد العين ده اللي جاي بالداخل كده، شايفين عين بتدمع. انتم يعني بتبكوا كتير، غالبا شوفوا كده، دمعة ورا دمعة، دمعة ورا دمعة، مش عاوزين تتوقفوا من البكاء. يعني اهو انتم غالبا هنا في حرف الميم تشكل هنا، اهو حرف الميم تشكل هنا، اهو حرف الميم وحرف الفاء نقطة. البعض منكم هو يا إما عمل تشافي، يا إما هو دلوقتي في صدد عمل التشافي، أو بيفكر إنه خلص هيعمل خطوة للتشافي إن شاء الله. لأن يعني شوفوا يعني الوضوح هنا، يعني اللون مش زي هنا، المشاكل هنا، بس الطريق من هنا هتخرجكم من من الأزمة اللي انتم فيها دلوقتي. عشان ليه البعض منكم عاوز يعني بيفكر يعمل تشافي؟ زي ما نشوف، يعني زي ما لو كان هنا إنسان قاعد كده، اهو رأسه يعني مطقطق الرأس، الرقبة، الظهر والرجلين، يعني مقوس الرجل، قاعدين كده في الحالة دي. غالبا يعني قلت لكم حرف الفاء، حرف القاف نقطتين، كمان في حرف الميم. بشراكم انتم يعني ما بقاش ما بينكم ما بين الانفراجة الا خطوتين، يعني ما فيش. شوفوا هنا المكان ما بين رجلكم والمكان والطريق اللي هتخرجكم من المشاكل اللي كنتوا فيها. انتم البعض اللي عمل تشافي هو دلوقتي في طريق النجاح، في طريق فتح الابواب قدامه. فابشروا خيرا، ارفعوا راسكم من يعني ما تخلوش راسكم كده متقطق، او يعني معناه انكم ما تقعدوش تفكروا كتير في حاجات انتم دلوقتي خلاص اتخلصتم منها. بصوا للقدام، تفائلوا خيرا تجدونه. توقفوا من البكاء، البكاء ده مش هيوصلكم لبعيد، يعني هيرهقكم. نشوف ايه كمان. في حرف الباء هنا، باء، حرف النون كمان، وفي بالإنجليزي حرف إغريك زي ياسمين، إغريك. شوفوا هنا الميم، الحاء، الميم والدال، محمد. اهي الميم، محمد. في كمان عمر او عمر، اهو العين، اهو الميم، اهو الراء، عمر. وفي كمان كلمة عمرة، البعض منكم نقطتين هيعتمر ان شاء الله، هيجيب عمرة. إذا كنتم متمنيين عمرة هتجيبوها إن شاء الله بقدرة ربنا.
شوفوا هنا، مش عارفة إذا واضحة في الصورة، شوفوا هنا امرأة واقفة شعرها بالريح كده طويل، هي طويلة القامة ضعيفة الساقين، بطنها خارج كده، وهي ايدها يعني زي العقرب، ايد العقرب كده، شوفوا من هنا اهي ايدها زي العقرب، او رأسها او شعرها اهو جسمها النصف العلوي من جسمها، وشوفوا رجليها هنا ازاي هم ضعاف، يعني عشان تعرفوها الانسانة دي عدوة ليكم، عدوة ليكم، وغالبا هي اللي عملت لكم المشاكل اللي انتم فيها دي، يعني هي اللي عملت، هي سبب المشاكل اللي انتم فيها دلوقتي. ادخلوا لجوجل ويعني وابحثوا عن صورة السمكة اللي فيها السم، يعني القاتلة فيها سم، لو كلها الإنسان يموت، فيها يعني مكان لازم ينزع منها عشان فيها سم، يعني الحجم ده، يعني الصورة دي اللي اترسمت في الفنجان هي صورة السمكة دي، بيستعملوها الصينيين في الأكل بتاعهم كتير، بس يعني لازم طباخ ماهر عشان يقدر يعرف المكان اللي موجود فيه السم ده عشان ينزعه. فانتم هنا غالبا يا اما بتعانون من اسهال، او من اسهال عفوا، او مغص في المعده، او حياتكم يعني زي ما شفنا في الطاقه العامه بتاعتكم متدهوره، فسببكم هنا ست عملت لكم سحر ده في ورميه في البحر، بس عندكم رزقه ان شاء الله جايه لكم. حاولوا الايام دي لما تجيلكم الايام دي، او لما تجيلكم الوفره الماليه دي، انكم تدخروا الفلوس، لان هتيجي ازمه وراها هتلقوا الفلوس دي سند، يعني سند ليكم. في كمان هنا رقم 3 علاقه ثلاثيه، وكمان حرف السين، اهو حرف السين. عندكم انفراجة، يعني قوموا من مكانكم، توقفوا عن البكاء والتفكير السلبي ده. الخير اللي جاي لكم درجة ورا درجة، شايفين؟ غير متقطع، هتخرجوا من الحالة اللي انتوا فيها دلوقتي. في اسم محمد كمان هنا، الميم الحاء الميم والدال، محمد. استغفر الله. في قلب هنا، يعني قدامه رقم 3، شايفين القلب ده؟ يعني انتم عايشين في علاقة ثلاثية سامة، أو يعني من الثلاثة دي لو نقلب الصحن كده هيجي هنا السين والميم، أهو ميم، الدائرة بتاعت الميم هي هنا، سين سم، يعني علاقة ثلاثية سامة انتم فيها دلوقتي. ده كل اللي شفناه في الفنجان، يعني ما اقدرش اطول اكتر من كده، بخاف الفيديو يتوقف بحكم ان التليفون يعني ما يسجلش اكتر من ساعة ونصف، فهحاول يعني اروح ابدأ في الفنجان. اولا انا بتعمد ان القهوة بتخرج كده من الفنجان لما افرغ، يعني كده لما احط الصحن هنا واقلبها كده واحرك، وبعدين انزع الفنجان عشان تقعد القهوة في الصحن، فتخرج الخطوط دي. اولا نشوف هنا حرف الصاد، شوفوا هنا ص لا صلى، يعني صلاة، صاد ولام. نشوف بالداخل اذا فيها التاء، لا اي التاء هي هنا اهي نقطتين التاء، صلاة. حاولوا تصلوا، تواظبوا في صلاتكم ان شاء الله.
دقيقة من فضلكم. شوفوا هنا، غالبا في حاجة زي ما نشوف ده جذع شجرة، والعروق بتاعها هنا مش عارفة إذا كانت واضحة كده، واضحة يعني جذع شجرة معمرة، وهنا يعني الجذور بتاعها يعني في الأرض. غالبا لما تظهر الشجرة دي وفيها يعني عين هنا، فيها مكان أبيض هنا، وزي ما نقول إحنا دي يعني تكملة الشجرة، ده معناه إنكم أنتم عندكم روحانيات عالية. يعني الشجرة المعمرة اللي سنها قرن أو أكتر عندها تاريخ، يعني عندها يعني جذور يعني داخلة في الأرض كتير، عندها أساس متين، فأنتم عندكم روحانيات عالية. البعض منكم ربما يريد أن يتعلم قراءة الترو أو حاجة زي كده، أو حاجات يعني قراءة الترو أو قراءة الفنجان أو حاجات بتاع التوقعات دي، فأنتم عندكم القدرة في يعني أنكم تتعلموا الحاجة دي. شوفوا هنا كلمة ياء نقطتين والصاد والدال، يصد. من اللي بيصد؟ حد باسمه، يعني اسم أول حرف من اسمه يبدأ بالباء، يصد حرف الباء. كمان الباء بيمثل حرف إجريج يعني بالإنجليزي. ونشوف كمان رأس الأفعى اللي خارج من هنا أهو. يعني الإنسان اللي أذيكم أو اللي ظلمكم هو حد من العيلة أو زوج، أو يعني حد من المقربين ليكم. يعني زي ما نعرف شجرة التفاح اللي جاهل سيدنا آدم التعبان عشان يغويه، في هنا إنسان خدعكم بمغريات، أنتم صدقتموه واديتوا له نيتكم وكل حاجة، بس كانت النتيجة مش كويسة للأسف. نبص الفنجان بتاعكم، زي ما قلت لكم يعني زي ما هو في الصحن بتاعكم، هنا مشاكل متلتلة كده متتالية، بس عندكم انفراجات. شوفوا الفنجان ده عندكم انفراجات، طريق أولى طريق تانية، هتخرجوا من الحالة العفن اللي انتم فيها دلوقتي، هنا هتخرجوا من كل ده. شوفوا هنا في طريقين تخرجوا منهم، تخرجوا عن يعني عن واسطة بتاعتهم. نقرب شوية عشان أشوف في إيه الداخل. شوفوا هنا زي ما لو كانت وردة سوداء فيها ورقتين سوداويتين، مش عارفة بيقولوا لها ازاي ترجموها انتم. هاي وردة سوداء وورقتين والجذع بتاعها، يعني في حد عمل لكم سحر مخلي حياتكم كلها سودة. الوردة احنا بنعرفها حاجة زي جميلة زي كده، وردة جميلة فيها ريحة كويسة وطيبة وجميلة، بس هنا كله سواد، زي ما لو كانت عمل للزهرة دي سم، زي ما قرأناه يعني في الفنجان في الصحن بتاعكم. هنا بنقرأ حرف الواو اهو، الواو كمان حرف الواو الفاء. شوفوا هنا ده الواو، ولما نيجي من هنا اهو الجيم والنقطة،
وهنا الراء يعني فجر. حاولوا تصلوا يعني تنهضوا في الصبح وتصلوا صلاة الفجر. بعض منكم ربما هو متخاذل أو يعني ما بيصليش صلاة الفجر بتاعته، فحاولوا تصلوا صلاة الفجر. فالأرزاق بتقسم في الفجر، زي ما كانت بتقول لي الوالدة الله يرحمها، بتقول لي يا بنتي حاولي لما كنت صغيرة، مش دلوقتي أنا عجوزة دلوقتي، تقول لي دايما شوفي يا بنتي لازم تتعلمي تنهضي بالباكر، يعني تصلي صلاتك في الفجر. قلت لها يا ماما انا تعبانه وعاوزه انام. قالت لي يا بنتي احنا زمان بيقولوا لنا انه اللي بيقسم الارزاق بمر في الصبح الباكر، لو لقاكي نايمه هيحط رزقك على جنبك، لما تنودي يعني تنهضي هتسقطي رزقك على الارض، هيكون يومك يعني مش كويس. بس اذا لقاكي قاعده وتسبحي وتذكري ربنا هيحط لك رزقك على حجرك، لما تقومي ترفعيه بإيدك وتقومي، يعني ربنا هيبارك لك في يومك. يعني شايفين الناس بتاع زمان ازاي كانوا بيدوا دروس، يعني رغم انهم ما درسوش في الجامعات او ما كانش عندهم يوتيوب او حاجات زي كده، بس كانت عندهم حكمة، وحكمة كبيرة جدا. فحاولوا تصلوا صلاة الفجر. هنا في كمان كلمة الله، هنا الله يعني فجر الله، يعني في صلاة الفجر انتم متخذلين فيها. البعض منكم عايش حياته زي ما لو كان في بركان مش قادر يخرج منه، مش قادر يخرج الحاجة اللي هو يعني اللي فيها، بس عن قريب حينفجر البركان ده. شوفوا هنا اهو البركان، زي ما نشوف كده اهو البركان، وأهو يعني اللي حيخرج من البركان ده إيه؟ هو الوردة اللي شفناها هنا من قبل، يعني الوردة دي اللي شفناها هنا أهي، الوردة هنا والورقتين بتاعها من هنا والجزع بتاعها، يعني حيخرج من البركان ده السم اللي اتعمل ليكم، يعني السحر اللي اتعمل ليكم حيخرج. للناس اللي عملوا تشافي او عملوا او فكروا انهم يعملوا تشافي من سحر هم حاسين بيه او عارفين انهم اتسحروا، والعلاج يعني بتاعكم شوفوا هنا هيكون بدرجات لحد ما توصلوا للقمة دي. شوفوا هنا تكون سوداء من التحت، بعدين بدرجات اللون بيتدرج، وبعدين توصلوا لهنا. يعني انتم هتتخلصوا من المشاكل دي بدرجات، يعني بعد ما تعملوا عملية نزع السحر ده. عفوا، شوفوا السحر ده عمل لكم بسبب الحب او الجواز او حاجة زي كده. شوفوا هنا الزهرة اللي قلنا عليها والبركان هيخرج ايه، قلب هنا اهو نصه، والنص الاخر مفرقع هنا يعني مقسوم، يعني أزمة عاطفية مريتوا بيها. مش عارفة إذا كانت واضحة الصورة هنا، أهو رأس كلب هنا، أهو رأس كلب، يعني عندكم عدو. يعني لما قلنا في الفجر هنا أهو الفجر، الفاء الجيم والراء، لما نقلبها كده شوفوا كده، لما نقلبها كده فيه رسم، دققوا معايا فيه، يعني النقطة دي رأس، دراعين زي ما لو كان الواحد بيطلب ربنا كده في السماء، أهو الجزع بتاعها، أهو ركبتها على الأرض المؤخرة، الركبة على الأرض، وباقي الساق هنا شايفينه، يعني ما بين الفجر والله في إنسان راكع على ركبتيه أهي، راكع على ركبتيه أهو، يعني الجزع بتاع جسمه رأسه نقطة هنا، وهنا يعني دراعين، يعني كده دعاء لربنا لكلمة الله هنا شايفين. استغفر الله.
عندكم يعني انفراجة. شوفوا زي ما قلت لكم الهم اللي كنتم فيه هتنفرج عليكم. شوفوا كده خلاص الحاجات الوحشة مريتوا بيها، الأيام القادمة إن شاء الله هتكون أحسن من اللي فاتت. مصابين كمان بعين هنا، أهي عين ونقطة هنا. أعتذر هقطع الكلام، يعني للبعض اللي هم متعودين على قنوات أخرى بتقرأ الفنجان كده، هم غالبا بيعملوا لكم كده، وانت يا بنتي وانت حظك كده وانت كده وانت كده. انا ما بعملش كده للاسف، انا اتعلمت يعني قراءه الفنجان كده بالطريقه دي، مش اقول كلام هو مش موجود في الفنجان ولا انتم بتقدروا تشوفوه. يعني الحاجه اللي موجوده في الفنجان اشير لها ليكم وانتم بتشوفوا بعينيكم. الى هنا وصلنا لقراءه المجموعه الاولى، ان شاء الله اخبار خير. ده كل اللي ظهر في الصحن وفي الفنجان بتاعكم، عفوا. نمر دلوقتي لأصحاب الفنجان الثاني ده، واللي اختاروا الحجر الأبيض ده أو الأول حرف من اسمكم عفوا بالأحرف دي. نشوف أولا الطاقة العامة بتاعتكم، نختار الكروت دي. هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم. للرجالة هنا، سبحان الله قلت رجالة خلق العقل. يلا للرجالة هنا، وللستات هنا. اهو رجل واهي ست، يعني اهو خرجوا بدون ما اختارهم. يعني شوفوا الرجاله اللي هنا، الكروت بتاعكم بتقول ايه؟ كارت برج الدلو، عفوا برج الحوت، دمون، اهو دمون، برج العقرب، برج الحمل، وبرج الثور، الكينج اوف بنتيكل، وثري اوف وانز. شوفوا هنا طاقتكم انتم كمان زي اصحاب المجموعه الاولى، انتم في حيره في وجود حل لمشكله عندكم. انتم دلوقتي تتطلعون ل يعني ايجاد حل للمشكله اللي عندكم. غالبا انتم يا اما عندكم مشكله عاطفيه ثلاثيه، مشكله ثلاثيه يعني علاقه ثلاثيه، يا إما عندكم يعني ثلاث مشاكل رئيسية عاوزين تحلها، يعني تلقوا الحل بتاعها بأقرب وقت. أنتم في حال التفكير دلوقتي، في الحالة اللي أنتم فيها دلوقتي. ربما عندكم ركود، عندكم أعداء، أنتم بتفكروا تفكير يعني مليء، ويعني تفكير جلي وتفكير زي ما نقول كونسنتراسيون، يعني بيان كونسنتري سو كونسنتري، يعني انتم بتفكروا بتركيز كبير جدا على حل، وجود حل مشكله اللي انتم فيها دلوقتي. للستات، البعض منكم عمل تشافي زي ما نشوف هنا، تشافي من سحر كان مصاب به من قبل. كارت برج الجدي ذا ديفل، وكارت الكوين اوف بنتيكل، وكارت الفور اوف سوانز. هنا انتم بتعملوا تشافي من حاجه كنتم متاثرين فيها، يا اما علاقه حب خرجتم منها مهزومين، تعبانين، ارقنين، بس لازالت عندكم الذكريات السلبيه دي والمش كويسه اللي اذتكم. بس مهما عندكم المشاكل دي، سواء في علاقه ثلاثيه او سحر او حاجه زي كده، انتم دايما واقفين على رجليكم قدام الناس، مش عاوزين تظهروا للناس الضعف اللي انتم فيه دلوقتي والتعب اللي انتم فيه دلوقتي. دي الطاقة بتاعتكم دلوقتي. نمر للفنجان بتاعكم، نشوف أولا الصحن بتاعكم. ليه الدموع انتوا كمان؟ ليه الدموع دي كلها؟ شوفوا كده، عفوا، ليه دموع كتيرة هنا؟ غالبا انتم يعني
بتلفوا على نفسكم، حياتكم كلها في حلقة حلزونية لا نهاية لها، مشاكل ومشاكل ومشاكل. ليه؟ غالبا بنشوف هنا أهو زي ما يعني بتشبه جيل الأفعى، شايفين؟ وأهو رأسها، أهو من رأسها جت السم ده وجا ال ال شوفوا هنا أهي رأسها، وأهو يعني لسانها قداش منه، وشوفوا يعني أهو رأسها صغير، مش عارفة إذا كانت واضحة. أهو رأسها، أهي عينيها، أهو خارج من يعني بقها السم واللي يعني ولسانها ده، شوفوا يعني القطرة السوداء دي، شوفوا إزاي خرج السم من فم يعني بقها. عندكم عدو مقست، شوفوا كده سبحان الله، يعني أونديغيك، شوفوا يعني جلد الأفعى ساير داير بحياتكم، استغفر الله. في حرف السين الذي يمثل كمان ثلاثة، يا إما علاقة ثلاثية إما حاجة زي كده. فيه الله هنا أهو، فيه مكة ميم كاف وتاء، شوفوا حتى التاء فيها نقطتين. غالبا انتم كل ما تكونوا تحاولوا انكم تغيروا مكان او تغيروا وضعيتكم، سواء تغيروا مكان اقامه او عمل او حاجه من نفسكم بشخصيتكم، بترجعوا في نفس نقطه البدايه، يعني ما فيش تقدم. شوفوا كده للبعض منكم في علاقة حب إن شاء الله هتكتمل بجواز، يعني شوفوا عفوا أو قلب، والقلب ده بيشكل خاتم فيها يعني رسمة القلب ده، زي ما نقول يعني خاتم من هنا، والفؤاني ده، الفؤاني ده هو القلب ده، زي ما نشوف في الفنجان ده، عفوا في الصحن ده، أو خاتم وأهو بيكتمل بقلب، يعني عندكم جواز وارتباط إن شاء الله لأصحاب المجموعة دي. للرجالة حاولوا تروحوا عند الطبيب، البعض منكم عنده مشكلة في الكبد، عنده مشكلة في الكبد، استغفر الله. غالبا هتخرجوا من الأزمة اللي انتم فيها بعد ثلاث نقاط إن شاء الله، هتنفرج عليكم. شوفوا هنا الوش ده، الجبين، العين الأولى، العين الثانية، الأنف، زي ما لو كان عنده شنب وبق أهو. الأفعى دي بسبب الرجل ده اللي شفنا وشه هنا اهو، عينين، أنف، شنب وبق مرسوم، وجاي عن طريق الأفعى دي، يعني الأفعى دي جاية من يعني من بسبب الرجل ده. في كمان زي ما نشوف هنا، شوفوا هنا أو رأس كبش أو أنفه أو رأسه، الأذنين، الرقبة، وزي ما كان فيه صوف كده ظهره وبيمشي في الطريق. هنا معنى الكبش ده أنه عندكم صدقة يجب أنكم تعملوها عشان تساعدوا نفسكم من الخروج من الأزمة اللي انتم فيها. شوفوا هنا كمان في حرف السين والحاء والراء، سحر أهو السين أهو الميم أهو الراء، سحر.
في حرف نون إن، ألف والنون إن، سم، شوفوا نقربها شوية عشان تشوفوا. طيب بشوف ايه الألف، النون، إنه، أهو الدائرة بتاع الهاء، إنه، سم، وكمان إنه، أهو السين، أهو الحاء، وأهو الراء، سحر. في كمان هنا حاء والكاف والميم، حكم. السحر، السحر إنه سحر حكم عليكم به، يعني السحر ده هو اللي معطل حياتكم كلها. رقم ثلاثة حرف العين، حرف الواو، يعني شوفوا الأفعى إزاي تحول رأسها، أهو رأسها واضح دلوقتي، شوفوا هنا أهو رأسها، أهو عينيها، أفعى. شوفوا الدم ده اللي ساح منها. مش هطول كتير عشان يعني بقليل تقريبا فايت نص ساعة وأنا بتكلم على القراءتين. نمر للفنجان بتاعكم، نبدأ بالحاجات اللي مرسومة بالداخل برا. استنوا، استغفر الله. شوفوا هنا زي ما لو كان رجل واقف هنا، اهو رأسه، دراعيه متكئ على خشب او عصا زي كده، اهو جسمه، اهو رجليه، اهو ساقه، واهي رجليه. رجل واقف هنا، رأس، جذع، ساقين، ورجل هنا متكئ على عصا. ونشوف هنا زي ما لو كانت أفعى، شوفوا هنا زي ما لو كانت أفعى طلع كده مستديرة على حاجة، هي اللي موقفة حال الرجل ده. في حرف الصاد، La lettre I، حرف الألف، مش الألف، إي، ألف همزة من تحت يعني بالفرنساوي وبالإنجليزي، هاي النقطة. نشوف الفنجان بتاعكم من الداخل إيه المشاكل دي، بس غالبا عندكم انفراجة، فيها انفراجة إن شاء الله. شوفوا كده جاي لكم انفراجة تدمع عليها العين إن شاء الله. حرف أم، وزي ما لو كان الخفاش، يعني الخفاش بيعبر كمان على برج السرطان وبرج العقرب. وفي كمان حرف النون، البعض منكم سواء رجالة أو ستات عندكم مشكلة في الرئتين، حاولوا تزوروا الطبيب هنا، شوفوا كده الرئتين أو في البلعوم، حاولوا يعني تزوروا الطبيب إن شاء الله هيكون فيها خيرة. البعض منكم عنده سحر ربط، زي ما نشوف الربط ده أهو اللي فيه اترسم فيه كمان حرف الميم، والربط ده يا إما منعكم عن الجواز يا إما بسبب علاقة حب، أهو الحاء وأهو الباء، علاقة حب، في علاقة ثلاثية زي ما نشوف هنا. السؤال اللي انتم بتطرحوا نفسكم عليه دلوقتي، هنا جت الإجابة لا، لا. حرف الباء،
عندكم سبحان الله، يعني كل ما تكونوا تقولوا خلاص انفرجت بتتغلق في وشكم. البعض منكم كان عاوز يسافر أو يتنقل من مكان لمكان، يا إما بسبب عمل يا إما بسبب تغيير مدى يعني البلد كده عشان يتغير حاله، بس دايما يقع في مطبات. حتى لما تعملوا خير بتقعون في المطبات، زي ما نشوف هنا الجيم نقطة جسر، يعني زي ما نقول احنا بتمروا على طرق للوصول على لأهدافكم، من يعني بشق الأنفس. في رقم 8 كمان، لا فنجانكم كويس الحمد لله. في حرف الميم اللي بشايفينه بالأبيض ده كله حرف الميم، وزي ما قلت لأصحاب القراءة الأولى، يعني أنا طريقتي في القراءة ما بمسكش الفنجان كده وأقول لي أيوة يا حبيبتي يا بنتي وأنت عندك كده، أو يا حبيبي وأنت صلي وادعي ربنا وأنت اتظلمت وأنت اتعملت، لا ما بعملش سيناريوهات وأقول لكم كده. إذا ما شفتش حاجة في الفنجان مش هقول حاجة، واللي هشوفها هحاول أظهرها لكم عشان تشوفوها أنتوا كمان. والله شفت حاجة، استنوا شوفوا كده، النون والألف نار، نار اهي مكتوبة نار. البعض منكم يا إما حملت وأجهضت، يا إما هي بتدعي ربنا إن يجيب لها ربنا خلفة، يعني تولد إن شاء الله، عندك خلفة، عندك خلفة عن قريب إن شاء الله. وهنا كمان كختام يعني فيه ميم وجيم ودال، مجد أهو ميم أهو الجيم أهي النقطة أهو الدال، عندكم مجد يعني عندكم تحرر من كل مشكلات عندكم بإذن الله. بعد تقريبا احنا شفنا هنا رقم 8، في كمان 3، يا اما بعد يعني بداية من 8 مارس او من 3/8 هتنفرج ان شاء الله انفراجة قصوى يعني قوية، زي ما نشوف هنا سواء عملتوا التشافي من سحر او حاجه زي كده، فعندكم يعني لما هتعملوا الحاجه دي هتتشافون يعني بانطلاقه تبكي عليها العين زي ما نقول احنا. ده كل اللي شفناه في فنجان اصحاب المجموعه الثانيه. نمر دلوقتي لاصحاب المجموعه الثالثه. اللي اختاروا او لاول حرف من اسمهم الاحرف دي، أو اللي اختاروا الحجر الأزرق ده، نحط فنجانكم هنا ونشوف الطاقة العامة بتاعتكم. يلا نغير لكم الكروت انتوا كمان. الرجالة هنا اللي بيتفرجوا على الفيديو، والستات من هنا. يلا نشوف الرجالة أولا. للرجالة عندكم 6 of pentacle و 2 of pentacle و page of pentacle، يعني انتم عندكم أزمة مالية بتستنوا فرج من عند ربنا سبحانه وتعالى لكي تقضون حوائجكم اللي هي معلقة عندكم. هتقدروا على الحاجة دي عن قريب إن شاء الله، غالبا بمساعدة أحد من الأقارب أو أحد المقربين، سواء زميل في الشغل صديق أو أحد من الأقارب. أزمتكم دلوقتي أزمة مالية أكترها، يعني هي اللي واخدة المرتبة الأولى
في الطاقة اللي عندكم، عندكم مشكلة، أزمة مالية، عاوزين يعني تلقوا حل عشان تصلحوا الحاجات اللي انتم عاوزين تعملوها، عندكم أماني عاوزين تحققوها يا أصحاب المجموعة الثالثة دي. نبص نمر للستات دلوقتي. الستات هنا ضويل، يعني عجلة الحظ، الأيس أوف سوانز والتان أوف سوانز. يعني للرجالة هنا انتم اتأذيتوا من طرف يعني ست معاكم في المجموعة دي، يعني أصحاب الطاقة الأولى الست دي معاكم، يعني طاقتها خرجت معاكم، الست دي هي اللي أذيتكم والأذية كانت كبيرة جدا، وهي دلوقتي عاوزة تعرف يعني الحالة اللي انتم وصلتوها، أو تغير أو تعرف ايه الحاجة اللي انتم يعني عاوزين تعملوها من جهتها. هي عاوزة بداية جديدة زي ما نشوف هنا، وعملت الحاجة بتاعتها دي، الأذى اللي أذيتكم بيه عن طريق مساعدة أحد المقربين أو أحد الأصدقاء. بس للستات اللي بيتفرجوا هنا، انتم دلوقتي عاوزين يا إما تخرجوا من الأزمة اللي انتم فيها، من الظلم اللي انتم فيه، من المشاكل اللي انتم فيها، إلى مشاكل، إلى يعني حاجة جديدة، تغيير. زي ما نعرف احنا يعني البعض عاوزين يعني تشوفوا الحكاية دي على الانترنت، بصوا على الانترنت هتلقوا الحكاية اللي هقولها لكم دلوقتي. في بلد انجلترا في القديم، يعني كان عندهم ملك، نسيت اسمه، الملك أرثر، آرثر بالإنجليزي. الملك آرثر ده بيقولوا إنه لما أصبح شاب في سيف زي كده مغروس في الصخرة كده، مفيش حد قدر إنه ينزع السيف ده من الصخرة دي. الملك آرثر لما كان شاب جرب حظه، لما مسك السكين السيف ده ونحاول ينزعه اتنزع من الصخرة دي. يعني مهما كانوا الرجال اللي كانوا أقوياء كده ما حاولوش، يعني حاولوا ينزعوه ما قدروش، بس الملك آرثر ده لما كان شاب قدر إنه ينزعه. فأنتوا الستات عاوزين تنزعوا اللي اتأذى، يعني اللي اتأذيتوا بيه، سواء سحر، سواء تابعة أو عين أو طاقة سلبية، زي ما نشوف الدخان ده خارج منكم عشان تقدروا تتحسن صحتكم وحياتكم عامة. نشوف دلوقتي هيقول لنا ايه الصحن بتاعكم، ليه انتوا كمان دموع ودموع ودموع ليه؟ استني اهو الفنجان بتاول الصحن بتاعكم، هنحاول نشوف فيه ايه اول الف أحمد أو أحمد، احمدوه يعني احمدوا ربنا. حرف الميم، كمان دال وميم، دم. حرف النون والواو، شوفوا هنا ميم سين راء وحاء، مسرح. يعني البعض منكم يا إما أنتم تتعاملوا مع ناس بيمثلوا عليكم مسرحية، يعني بيمثلوا عليكم شخصية هي مش شخصيتهم عشان يوصلوا للغرض اللي هم عاوزينه، فردوا بالكم منهم. ربما هي يعني أسماءهم تبدأ بالأحرف اللي ذكرتها منذ قليل، وانتم كمان عندكم يعني رغبة في الانفجار كده، رغبة انكم يعني تخرجوا الطاقة، الغضب اللي في داخلكم. غالبا يعني اللي تسبب في المشاكل اللي بتاعتكم هي امرأة. شوفوا هنا اهي الحية الافعى دي، اهو رأسها مرسوم كويس، اهو زي ما لو كان عندها شعر، شايفينها اهي زي ما لو كان عندها شعر، اهي عينها، اهو بقها، اهو رأسها، وأهو جسمها. صاير داير غالق عليكم انتم هنا بالداخل. ردوا بالكم يعني هتمرضوا مرض مش خطير، بس
حاولوا تاخدوا بالكم على صحتكم. في انفراجتين زي ما نشوف هنا، واحدة وواحدة من هنا، عندكم انفراجتين إن شاء الله، هتنفرج عليكم من جهتين في نفس الوقت. أهي التالتة، انفراجة التالتة، 1 2 3، حرف العين ورقم 3 كمان و13 أهو، 1 و3 اللي بيمثل كمان قلب. غالبا انتم عايشين في علاقة ثلاثية، شوفوا هنا اتبعوني كويس، اهو السين اهو الحاء اهو الراء، سحر، انتم مصابين بسحر. زي ما قلت لأصحاب المجموعتين الأولى والتانية، أنا مش بتاع زي القنوات اللي بتشوفوها الأخرى، أعوذ بالله من كلمة، أنا ما بمسكش الفنجان كده وأقول لكم أيوة يا بنتي وأنت عندك كده وأنت يا ابني يا ضنايا أنت لازم تدعي لربنا، ادعي لربنا لأنك من، لا ما تكلمش كده بمعذرة يعني، أنا اللي أشوفه أقوله، ما شفتش حاجة ما أقولش حاجة، فدي طريقتي يعني. استنوا ابص لي كويس الفنجان ده، اهو شوفوا كده، البعض منكم يعاني من ساقه او من رجله او من الفخذ بتاعه، زي ما نشوف الساق ده والرجل هنا، اهي ساق ورجل، بتعانون من اوجاع يا اما في رجلكم يا اما في الساق بتاعكم لغايه البطن، شوفوا هنا اهي المؤخره لغايه البطن من السره إلى أقدامكم، بتعانون من آلام كبيرة. نبص الفنجان بتاعكم دلوقتي، غالبا عندكم البطن بتاعكم يعني يتنفخ آلام في البطن، بتخرجوا غازات كتيرة. وزي ما قلت لكم عندكم أزمة مالية، أهو الميم مال، فيه مال هيجي لكم ان شاء الله، بس دلوقتي انتم زي ما نشوف هنا عندكم ازمه ماليه، مال اهو، مش عارفه اذا هو كان واضح، اهو مال. الازمه اللي عندكم دلوقتي فيها انفراج ان شاء الله، هتخرجوا منها، هتخرجوا من الازمه الماليه دي. شوفوا الحق هنا اهو، مش عارفه اذا شايفينها كويس ولا لا، اهو الحق هنا، الحق هنا والدل هنا، جد، وهنا جاء جيم، وهنا الهاء وذا ودال، جهد. انتم بتبذلون جهد كبير عشان تخرجوا من المشاكل اللي انتم فيها هنا، في حيرة كبيرة، في رغبة في السفر، وهنا الحق والقاف والدال، حقد اهو القاف من نقطتين، حقد. في ناس يعني سبحان الله بتأذيكم إلا بالعين كده، حقد، حتى ولو ما كانش عندكم حاجة بيحقدوا عليكم، مش عاوزينكم تنجحوا، مش عاوزينكم تمشوا يعني تنجحوا في حياتكم ولا تمشوا للقدام. ليه؟ لأن قلبهم من حجر، شوفوا هنا حاء أهو الحاء الجيم نقطة راء حجر أهو، الحاء والجيم نقطة والراء حجر. بس انتم يعني مهما كانت المشاكل عندكم دايما ايمانكم بربنا كبير، تتأزم 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 بعدين تنفرج، تنفرج بطريقة يعني بتنزهلوا فيها، زي ما نشوف كده رأس الطائر هنا وجناحين كده، أو رأس الطائر رقبته والجناحين مفرودتين وعاوز يخرج من الفنجان، شايفين؟ أو طائر
ويشبه الحلزون بس مش حلزون، ده طائر اهو، او جناحين، مفروض الجناحين زي ما البيضة لما تفقس بيخرج الصغير بتاع الطائر، يعني مش عارف الفلوس، احنا نقول الفلوس يعني الطائر الصغير لما يخرج من البيضة ويخرج كده. عندكم انفراجة ان شاء الله، وعندكم سفر، الناس اللي عاوزين يسافروا في سفر ان شاء الله، وفي تنقل من مكان الى مكان. الناس اللي عاوزين يغيروا مكان اقامة حاولوا تتريضون الا بعد 3 نقاط اهو، رقم 3، بعد 3 اشهر كده كحد اقصى حاولوا تغيروا مكان الإقامة، مش دلوقتي، لأن دلوقتي الحالة عندكم مسدود. زي ما قرأنا هنا كلمة جهد، يعني هتستعملوا جهد كبير على بال ما تبيعوا البيت ده أو السيارة دي، أو إنكم عاوزين تعزلوا تروحوا مكان تاني، فحاولوا ما تعملوش حاجة الأيام دي أو الأشهر دي، لما يعني يخلص الشهر الثالث أو تخلص ال3 أشهر القادمة اعملوا الخطوة الأولى للتنقل أو لتغيير مكان الإقامة أو الحاجة اللي عندكم. في رقم 8 هنا كمان، حرف النون يتكرر مرتين. الناس اللي هي عاوزة، اللي هي حامل، هتجيبي توأم إن شاء الله، والتوأم مش طفلة وطفل، لأ هيكونوا من نفس الجنس، يا إما طفلتين يا إما بنتين، يا إما عفوا 2 أولاد ولدين ان شاء الله. ده كل اللي ظهر لي عفوا هنا في الفنجان. شوفوا هنا سبحان الله، يعني ايد خارجة من الفنجان او الاصبع، الابهام ده اهو، شوفوا كده اهو اهو، واهو الاصابع، حتى الاظافر مرسومة يا سبحان الله، شوفوا كده. حاولوا تحصنوا نفسكم من العين، انتم ناس سهل اصابتهم بالعين، يعني حاولوا تحصنوا نفسكم. وصلنا لنهاية القراءة دي، ارجو ان يعني ما كنتش طولت عليكم، واشكركم لاصغائكم يعني متابعتكم للفيديوهات بتوعنا. فحطونا في التعليقات اذا كنتم عاوزين مواضيع تقترحوها، اقترحوا علينا مواضيع في التعليقات بتاعكم، وحنلبي الطلب بتاعكم ان شاء الله في الايام القادمة. شكرا لتتبعكم وإلى إصغائكم، وإلى الملتقى، مع السلامة.